معاكي من اول الشرار الاول ده اللي طلع من عينيكي وعينيه في اول لقاء واول جاذبيه جمعت الكابل ده، كان فين وكان امتى واول لقاء ده كان ازاي؟ هو انا رحت اشتغلت في القاهره والناس حلقتين، انا مش من ابطالهم يعني، انا مش من ابطال المسلسل، اشتغلت حلقتين. واول كنت في البروفا، وبعدين لقيت شاب صغير كده هو اللي بيجيب لي السكريبت بتاع المسلسل. زمان كان بيتعمل حلقه بروفات للحلقه، ف ساعتها الوضع الطبيعي انه مساعد المخرج هو اللي يجيب اللي يقدم لك السكريبت، ف يعني هو ماله انه يقدم لي سكريبت، بس مش متضايقه مش مبسوطه يعني، واحد بيعمل كده بس مش شغلته يعني. وبعدين بعد كده هو بقى ابتدينا نعمل بروفات، وابتدى يقعد يكلمني دمه خفيف فشدني له دمه الخفيف. الحلقه دي بعد ما صورناها باظت، فاضطرينا نعمل تاني بروفات ونسجلها تاني، فالاخضر برضو لعبت فيها يعني. ومعرفش هو بقى يعني فيما بعد عرفت ان نور كان شافني مره مع انا الله يرحمها وقال دي انا هتجوزها، فما اقدرش اقول لك انه بالظبط امتى، بس انت عارفه زي ما اكون ايه، هو حاجه دخلت بشويش كده جواك. بس انا كنت صغيره في السن، فاللي عجبني قوي انه دمه خفيف.